اعتقد بانه هذه المقابلات الوديه بينات بانه المنتخب الوطني من ناحيه ديال الاستعداد انه في خط صعودي. المقابله الاولى ما كانتش قبيحه لانه بعد فتره راحه اللي خضعوا لها اللاعبين مع الانديه ديالهم التحقوا بالمعسكر ديال الفريق الوطني، كانت هناك تحضيرات. المقابله الاولى كان مؤشر مزيان، ولكن المقابله الثانيه بينات بانه كاين هناك انسجام، كاين هناك رغبه عند اللاعبين، كاين هناك استعداد. هذا اللي غيخلينا اننا نتفائلوا شويه، ولكن كتبقى المقابله الاولى هي مفتاح الدوره، لانه الا انتصرنا درنا مقابله مزيانه وانتصرنا على ايران غيكون تكون الحظوظ ديالنا وافره باش نمروا للدور المقبل. يعني انا في اعتقادي انه المنتخب الوطني غيدير ان بون مونديال، ولكن كتبقى دائما كره القدم، لانه المقابلة الأولى كتبقى هي السر ديال الدورة، والمسؤولين عارفين بأنه المقابلة ديال إيران غتكون ما نقولش مصيرية، وأنها غتكون تريز امبورطونت، خصنا نحقوا فيها الأهم هو الانتصار، ومن بعد ناقشوا المقابلات الأخرى، لأنه غتكون مقابلة أولى ديال المنتخب الإسباني والبرتغالي اللي غتكون تاهي مقابلة قوية، وتاهي الفريق اللي انهزم غتكون يعني الحظوظ ديالو غتضائل. انا بالنسبه لي الظروف كلها مزيانه، الجامعه دارت لي عليها، كلشي دار لي عليه، ولكن كتبقى دابا الكره عند اللاعبين والطاقم التقني اللي ربما عندهم عارفين المسؤوليه اللي عليهم، وعارفين بانه المغاربه كلهم كيتسناو يديروا احسن من 86. كاين هناك تفاؤل لانه واخا المقابله الوديه ديال المنتخب البرتغالي البارح مع الجزائر كانت مقابله قويه وربحوا البرتغال، انا ما خلينيش البرتغال، كتبقى العزيمه ديال اللاعبين الطريقه باش غادي يلعبوا، ومن بعد كما قلت لك المقابله الاولى الا انتصرنا بالمقابله الاولى كلشي غادي يسهل، يعني غتولي كتلعب لا كاليفيكاسيون باش تدوز للدوزيام تور، ريبيت تدوز عاوتاني لي كارد دو فينال.